مصطفى سماء الكاتب العام للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة الاتحاد المغربي للشغل. قررنا اليوم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 للاحتجاج على التصريحات المستفزة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول قانون الوظيفة العمومية الصحية الذي صرح في قبة البرلمان أنه سيتم تمريره في القريب العاجل، ويطلب من البرلمانيين أن يصادقوا عليه بطريقة مستعجلة، في حين أن مشروع هذا القانون لم يتم إشراك النقابات الصحية ولا الهيئات المهنية بالقطاع في إعداده. لذلك فإننا اليوم نلبي دعوة الجامعة الوطنية للصحة من أجل تنظيم احتجاجات على المستوى الوطني، ومن ضمنها الوقفة الاحتجاجية التي نظمناها هذا اليوم كمكتب نقابي للإدارة المركزية للاحتجاج واستنكار المقاربة الأحادية التي تم بها إعداد هذا المشروع. كما ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار البرنامج النضالي لمدة أسبوعين الذي سطره المكتب النقابي دعما ومساندة وانخراطا في المعركة النضالية المفتوحة للمكتب النقابي لمديرية الأدوية الصيدلة منذ فبراير 2021، وكذلك في المعركة النضالية للمكتب النقابي لمديرية التنظيم والمنازعات. لكن نتفاجأ بمنع السلطات لهذه الوقفة الاحتجاجية، لكن كل المناضلين والمناضلات أبوا إلا أن يعبروا عن صوتهم، فأبلغنا رسالتنا إلى من يهمه الأمر، وهذا هو المهم. شكرا. مريم القطيبي عضو الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تأتي وقفة اليوم تنزيل البيان الوطني للجامعة الوطنية للصحة الذي جاء نتيجة التصريحات اللامسؤولة للمسؤول الحكومي والتي تقصي مجموعة من المهنيين، وتنم عن عدم دراية هذا المسؤول بخبايا المنظومة الصحية بالمغرب، كما تدل على المقاربة الأحادية التي اعتزمتها وتعتزمها وزارة الصحة في إعداد مشروع الوظيفة العمومية الصحية على غرار باقي القضايا وباقي المطالب التي تقوم بها تكون مقاربتها أحادية من طرف الوزارة. هذه الوقفة جاءت كذلك تضامنا ومساندة للإخوان ديالنا بالإدارة المركزية جراء التعسف والتضييق على الحريات النقابية اللي عاشوه هذه الفترة الأخيرة، لكن قوبلت وقفتنا بالعنف على غرار جميع يعني ردود أفعال الوزارة في الآونة الأخيرة، حيث تم تفريق الوقفة بشكل يعني عنيف جدا، وهذا يدل على أن هناك تضييق للعمل النقابي بالبلاد ديالنا، وهذا لن يخدم للجودة ديال الخدمات الصحية ولا يعني المنظومة الصحية اللي احنا بغيناها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.